السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعالوا نشوف غضب جماهير الجزائر بعد مباراة الجزائر وغينيا، والجميع يقصف وليد صابي على المباشر ويطالب برحيل بيت كوفيتش وعودة جمال بن ماضي. أتمنى من الحضور فضلا وليس أمرا دعمي وضع لايك واشتراك. وتعال نسمع كاش ما شفناش إيكيب لو كان سوا ديزون لعبوا وخسروا، معليش حنا نعرفوا البوم ديزاجيريكا، مي الإشكال ما كان لي تاكتيك ما كان لي لعب ما كاين والو. إن شاء الله يرضى ربي مع أوغندا، مادا بينا حنا دونك ديزاجيريا مادا بينا إن شاء الله الحاجة الماخر، وبيتوكوفيتش إن شاء الله يعاود يشوف، ما نقدروش نحكموا عليه. دونك برومي ماتش تاعو اوفيسيال ان شاء الله فيها خير. كم كما نتمنى من الناخب الوطني صح الاخطاء تاعه، باسكو اليوم بالنصر بلاصه تاعو فاصل في التيران، شوف الاداء تاع اليوم كيما صونا كيما فريق وطني كيما حجم الجزائر يؤدي مقابله كيما هذه وفوزت تاعك وامام كيما قال لك الجمهور غفير متنقل من كل منطقه، والله لا عيب بزاف والله سادي صح الاخطاء وكيما قال لك واتو تريفي فالاجي سير صادي عنده باخ في 97 سير مش اتى بينا ما عنده حتى ديفلوب ولا جا ليكيب ناسيونال كمانجر ولا مسير وشنو هذا ايكيب يا ودي بردي هذا صادي يقولوا شي كم شامبيون شامبيون ما تكشي سكما شامبيون سكما ليكيب ناسيونال يقول له روح بدي روح بنت في المدرب هذا انت هو يورك بالماضي وما حس ولا ما جبتوش بعرس ما حس ولا ما جبتوش سليماني ولا ما جبتوش بالليل قعدوا بينا بالليل على ما جبتوش استغربينا اهلا شيخ يوسف بالليل علاش ما تجيبوش قول جوار موش منضبط ماشي بروبليم بالرحمه شحال هو يلعب في ليكيب ناسيونال كش ما دار اليوم فوت ما جابها بالرحمه كش ما دار دوزيام ميتو شونجمون اللي دار وخرج عطال وخرج شكون اللي خرج لاريير كوش هذاك خرج عطال ودخل قيطون ودخل حجام حنا واش عندي رو قيطون وحجام وتحط لي حسام عوار وبن ناصر داخل طاقتك دو جو زيرو صاحبي مش نروحوا بعيد هكا مع ليكيب ناسيونال حتى ربي ما نروحوا لكم هنا لونترينر يا خويا بالماضي هكا لا هذا وين يفهم العربيه هذا وين يفهم الله يرحم بوك وين يفهم العربيه جايب لي انا واحد كاوري خلي لي ولد البلاد ولد البلاد نوار اخويا ومقدم للبلاد قدم للبلاد مد خلاها تاريخ شباب نقول لك وحنا اللي مد لهذا البلاد نحقروا في العين خويا السلام عليكم تفضل بون السلام عليكم خاوتي ماش رايح فيها لونترينور فيكتيف في مخه ما عنده حتى فيكتيف حاجة ما عنده لي جوار كبار تا محرز ما تعيطلوش مي جوار دي تشامبيونز ليغ عنده صنع اللي عنده بيه جو عندك حق بالله لي ومحرز انا ماشي 450 كيلو الناس قليلة صاحبي الناس الماشية تجي هكذا تدنا هكذا عيب ولا غير عيب متالي لا هكذا غير حطها يخرج ماهوش تاعها هذا ماهوش تاعها وتحيا فلسطين وهاي ديما بالقلب السلام عليكم بسم الله المقابلة تاع اليوم المهزلة في مهزلة هي رايحة وتولي الفريق تاع الوطني ماشي هو كاع اليوم ما لعبوش مليح ويتنحى المدرب هذا غير نحوه على غير نحوه هاي السلام عليكم سلام نو الو نهضروا على الاداء تاع الجزائر هذا خيب ظننا ورجعوا لنا بالماضي يا سيدي ما جبناش ما نسحقوكش تحيا بالماضي تحيا بالماضي والحاج بوقاسي مولوديه تربحهم اليوم تحيا الامكا تحيا الامكا كولون من المانيا مازالوا لي ماتش ما نقدروش نحكموا عليهم بارتي الاولى ان شاء الله وربي يوفقهم ان شاء الله مازال طريق طويله نعطوهم فرصه واحده اخرى نشوفوا في الروتور ان شاء الله تسقموا رواحكم هذا مكان بسم الله الرحمن الرحيم نشكر قناة الهداف على الاستضافة ربي يحفظكم إن شاء الله وما نزعفوش إن شاء الله نديروا نتيجة الماتش الجاي إن شاء الله نديروا نتيجة وما نزعفوش من اللي جوار تاعنا ومن الانترينير تاعنا نديروا حاجة شابة إن شاء الله 1 2 3 في فالاجيري من عند شبع الدولة إن شاء الله كاع نفرح الجزائر إن شاء الله السلام عليكم ان شاء الله الماتش الجاي ان شاء الله نربحو ونقول لهم كملوا هكا يا بصح لونترينور ماشي لونترينور اسمح لنا جيبونا بالماضي ومحرز الليلي على ما جابوش عوار بالناصر على ما لعبوش بالناصر وعوار لا
غلط انا لونترينور وان شاء الله يصحح الاخطاء الماتش الجاي ان شاء الله. السلام عليكم. البوه اليوم كان عندنا وسط الميدان كان خارج الاطار وكنا بعد الخطوط ما كانش متساويه سي بورصا داونا وسط الميدان سي بورصا ما لعبناش مليح وان شاء الله نخلفوا المقابله القديمه وعندنا جوبان لازم كان نعطيو لهم الفرصه كيما اليوم بالناصر معليش نقولوا كان مبلش بصح كيما عوار قلنا ما ممكن يدخل اليوم كاين ركائز بزاف وان شاء الله نخلفوا المقابله الجايه ان شاء الله. السلام عليكم. لو كان جات دنيا هذو نربحوهم بربعه ما يربحوناش زوج وحدنا في ستاديوم. لو كان جات دنيا نربحوهم بربعه. بون واش نقول لك لونترينور ماشي لونترينور ورانا حابين لونترينور يروح. السلام عليكم. هذه هي مارو مديه هاد العام دوبلي وتحيه زين نفرح مع خونا لمسي ان شاء الله هاد العام دوبلي اصبر الشعر لك الضوكا شوف في البلاطو هذونا لابيكوفيتش البوبيه هذايا خرج ماك ما كاش هو كان نيفو 0-0 راش بوبيه شنو يحط في لي جوار في التيره هذايا وراي الكومينيكاسيون اللي كانوا يهضروا هاد اونسيا اونترينور تاعنا اللي كان حاكم الغانا هذاك حوسوا على تاع الكومينيكاسيون قال لك ما يكومينيكيش مع ما يلحقش الميساج مع لي جوار هذا ثاني ما يلحقش الميساج مع لي جوار يتحاوز ما يسحقوش ديكاج يا صادي والله غير جبتوه باش ترصحوا الراحل تاع بالماضي هذا ما كان اقسم بالله ما جبتوه باسكو اونترينور باش يخدم ما بيكمش قدمه ولا كاليفيكاسيون المهم بالماضي راح فهمتوا كيما حبش مثل ديميسيون تاعو كيما حبش حط نتوما هكذا جبتوه سكاره هذا ما كان جبتوه عقاب ورا باش مالاش نقولوا مليح صح خسر ما كاليفيناش اوكي بصح ماشي باللعب هذايا لكن حومه مع بالماضي قال كانت الحراره يشمخوا تيليك ونخسروا معليش نحملوها يا صاح ما فهمنا لا اللي لعبنا لا خسرنا لا بدا الماتش ما كاش كاع لي شونجمون شكون ناوي يدير فيهم يرحم بابك يا بن شيخ يا بو حنيكه اهضرونا اهضروا عليه يا بن شيخ اكو سمعت معنا الفيديو خلطه كي